أنا حبيتها من أول نظرة، وأنا سمعت إنه إذا حبينا حدا من نظرة فلازم نوزع صدقة باسمه، وإلا ممكن يصير له شيء. ليك نحن ناس شرفاء، ما في داعي تعملنا فرجة بالحارة. وأنا كمان مالي أزعر عمي، أنا زلمة محترم، وانتو كمان لازم تكونوا فهمتوا هذا الشيء. أنا ما بيفرق معي حكي أهل الحارة بس انت بيفرق معك أكيد. لا تاكل هم عمي، لا تاكل هم. هلا منفوت لجوا وبنقعد انا وانت وبنحكي سوا بهدوء ورواق، ومشان انت تروي بنشرب مي بعدين كاسة شاي وبنحكي مثل اتنين كبار. بصراحة لانك ما رح تقدر تتحمل كتير تشوفني واقف هون.